قبلت المساعي الأمريكية لإنعاش المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة بتعنت حكومة الاحتلال التي باتت تفرض شروطها على الأمريكيين والفلسطينيين على حد سواء. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت حركة فلسطينية رفضها لهذه المساعي. رغم الترحيب الأممي والأوروبي بإعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان عن التوصل لاتفاق مبدئي على إطلاق مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن أغلبية الحركات الوطنية والإسلامية الفلسطينية أبدت معارضة لعودة المفاوضات، واعتبرت حركة حماس أن موافقة عباس عليه لا تمثل الإجماع الوطني، وقد أعربت الحركة عن رفضها إعلان كيري معتبرة أن عباس لا يمثل إلا نفسه، فيما اعتبر مصطفى البرغوثي رئيس حزب المبادرة الفلسطينية أن فشل المحادثات حتمي على اعتبار أن حكومة الاحتلال هي حكومة مستوطنين ولن تعترف بالحق الفلسطيني في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير. في المقابل أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية بحكومة الاحتلال أنها وافقت على طلب فلسطيني بالإفراج عن عدد من الأسرى على مراحل من أجل استئناف المحادثات، لكنه أكد أن تل أبيب لن تذعن لمطالب تتعلق بقضايا محورية ومصيرية أخرى. وترفض حكومة الاحتلال المطالب الفلسطينية بإقامة دولة على أساس حدود 67 ووقف أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. من جهة أخرى اعتبر أعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية أن إعلان كيري لا يعني العودة إلى المفاوضات، بل يعني أن الجهود ستستمر لضمان تحقيق المطالب الفلسطينية. ويأتي إعلان التوافقات الأخيرة في ختام سادس جولة لكيري في المنطقة، التقى في سياقها بعض أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة المبادرة العربية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. واعتبر كيري أن أفضل سبيل لإعطاء هذه المفاوضات فرصة هو الحفاظ على سريتها، معربا عن تفاؤله باستئناف المفاوضات، وشدد على أن الاتفاق يحتاج إلى مزيد من الدبلوماسية. وأبدى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون ترحيبا حذرا بإعلان كيري، واعتبرت سيبي ليفني الوزيرة المكلفة بالمساعي الدبلوماسية أن المفاوضات ستكون معقدة ومتشعبة لكنها ضرورية لأمن إسرائيل على حد قولها. ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله أن المفاوضات قد تستغرق شهورا، مشددا على أنها خطوة مهمة لتجاوز الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو.